بما أنه آخر السنة الدراسية وبزاف ديال الطلبة مستريسين وبزاف اللي كيحفظوا ومنين كيدخلوا الامتحان ما كيديروا والو، كيكون المخ ديالهم عيا. أنا اليوم غنوريكم كيفاش تنظموا وقتكم وكيفاش تنظموا قرايتكم والطريقة باش تحفظوا والطريقة باش غادي تدخلوا الامتحان. وهاد الطريقة اللي كنقول لكم كنا حنا اللي كنديروها الوقت اللي كنا في الدراسة، وكانت أسهل طريقة، وما كناش كنساو الدروس اللي كنا كنحفظوا مهما يكون الحجم ديال. حنا عندنا بزاف ديال 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 المواد، بزاف ديال سميتو كتشوف غير كتشوفهم كتخلع كتقول او انا هادشي كله غادي نحفظه، كي غادي ندير ليه؟ واش هادشي كلشي غادي يستوعبو المخ ديالي؟ محالش. ملي كتقول ديك الكلمه ديال محالش، كن على يقين انك راه محالش تحفظ، انك محالش يبقى لك داك الشيء اللي في مخك، لانك انت اللي كتبلوكي مخك، انت اللي كتسدو، انت اللي كتعطيه الامر باش ما يحفظش. انا نقول لك هز كتبتك، الا عندك المكسرات هز المكسرات معاك، شويه القرقاع، شويه اللوز، شويه ديال 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 الفاكهه، واخا غير الزبيب. الا قدرتي تدي معاك اتاي ديه معاك حتى هو، لان اتاي كي سيتاني انرجيسون، يفيقك شويه، وفيه بزاف المواد اللي مهمين. خرجوا للطبيعه، جلسوا تحت الشجر، مره وقفوا وبقوا غاديين جايين وكتحفظوا. جلسوا ناقشوا الدروس بعدياتكم، خلقوا مواقف، دوك المواقف راه كيبقاو كتبقاو عاقلين عليهم وكيعقلوكم على اش من درس اللي كنتو كتحفظوا واشنا هما دوك المقاطع ديال الدرس. مخكم ما كينساش، انتو ما كتنسوا، مي مخكم راه كيسجل كل موقف. جلسوا جوج الناس مثلا في قهوه وبداو كيعاودوا قصه، كيعاودوها على ساعتين على ثلاثه السوايع، داكشي كاع اللي عاودوه منين كيرجعوا كيقدروا يعاودوه. علاش درس ما تقدرش تعاودو؟ انا كنت كنعرف واحد 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 الصديقه كانت كتجلس حدايا في الدراسه، كان الاستاذ كيشرح كيفتي الدرس غير كيدير نقطه كدور كتقول لي نعرضوا عليك. كنت كنستغرب، مخها كيسجل بواحد الطريقه خطيره، وفي البلاصه كتعرضوا نقطه بنقطه، ما قراتوا لا مره لا جوج. عطاو فرصه لمخكم باش يسجل الدروس، واللي ما قدرش راه كاينين مواقف اللي كيفكروك في كل فقره وفي كل جمله وفي كل سميتو. خلقوا مواقف. شتي الا كنتي تحت الطبيعه ما غاديش تنعس، مي بقيتي في داركم وبقيتي فوق السداري ولا فوق الناموسيه ديالك، مره كتبدا تفوه وكتنعس وكيجيك الخمول وكيجيك. خرج على برا، اللي حداه بلاج بحر يمشي للبحر، اللي حداه شي طبيعه يجلس يخرج لها. وكونوا على يقين، على يقين بان منين غادي تدخلوا للامتحان مخكم ما غاديش يبخل عليكم بداك الشيء اللي دخلتوا ليه، لان كتفكروا دوك المواقف منين كتقراو الجمله في السؤال كتفكروا موقف من المواقف اللي نتوما وقفتوا فيه في داك الدرس وضحكتوا عليه وكملتوا المناقشه. حاولوا تلقاو لرجلكم
طريقة من الطرق اللي تقدروا تركزوا بها، ولا تقدروا سميتو وما تبقاوش وسط الدار، ما تبقاوش في بلاصة وحدة، ما تبقاوش في بلاصة وحدة منين تكونوا كتحفظوا، بدلو. لأن دوك الموقع اللي كتكون فيه هو اللي كيفكرك في داك الدرس، ما كيخليكش تنساه، ما تبقوش في نفس البلاصة. حنا كانت حدانا واحد الغابة، كنا كنتلاقاو كاع الطلبة اللي في الميدسين، اللي دايرين الأدب العربي، اللي دايرين الأدب الفرنسي، اللي دايرين كل كاع أنواع الدراسات. وكنا كنتلاقاو اللي جايب أتاي، اللي جايب سميتو، اللي جايب. ومرة مرة كنتجمعوا مع بعضياتنا وكنضحكوا شي شوية وكنكملوا. ما كناش كنساو الدروس، لأن كانوا مواقف، وكانوا مواقف لدرجة أن صحاب التاريخ والجغرافيا كيتلاقاو مع صحاب البيولوجي، مع صحاب سميتو، وكيلقاو بأن بعض الدروس اللي عند هادوك وهادوك تقريبا متشابهين، ما كاينش فرق كبير. وكيناقشوا مع بعضياتهم، وكيهضروا مع بعضياتهم، وكيتعارفوا مع بعضياتهم، وكيبقاو المواقف، وعمرهم ما كيتنساو دوك المواقف. وانا اللي كنهضر معاكم، انا رانا كبيره في السن، ولكن عمرني ما نسيت دوك المواقف، ولا دوك الدروس، ولا داكشي اللي كنا كنديروه. حاولوا باش تلقاو طرق. وانا كنصيحه كنصحكم انتم كلكم وليداتي، الله يعاونكم، ويا ربي توفقكم، ويا ربي توفقوا وتنجحوا وتجيبوا أعلى درجات يا رب. اللهم وفقهم يا رب، اللهم وفقهم يا رب، اللهم يسر أمورهم، اللهم سهل عليهم ما استصعبوه. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.